طبعا بقول الحمد لله على الفوز النهارده وفوز مهم. بشكر اللعيبه على ادائها النهارده وعلى اصرارها على الفوز، واعتقد ان اداء في المباراه بيساعدنا بشكل كبير جدا، لان كان بجانب اهميه الثلاث نقاط المكسب وان اللعيبه تامن بنفسها وتامن ان هي عندها القدرات ان هي تتطور. لان انا بقالي تقريبا ما يقرب من شهر مع الفريق، اعتقد ان المجهود اللي حصل فيه تطور في حاجات كتير جدا، لكن لسه مشوار طويل ومشوار صعب. بطلب من الجماهير ان شاء الله الدعم، لان في اوقات هيبقى في مطبات، لكن الدعم على اساس ان شاء الله مع نهايه الموسم نبقى عدينا حاجات واشياء كثيره، ويبقى في دعم من الاداره زي ما في وعد باذن الله، على اساس ان شاء الله يبقى عندنا فريق يليق باسم الصفاقس ان شاء الله. احنا في الشوط الاولاني كان في فرص متاحه، وده دليل على ان الاداء كان جيد، على خلق الفرص، على استيعاب اللعيبه لاشياء كثيره جدا خلال الفتره اللي فاتت، لكن هي كره القدم كده. لكن اعتقد لو شفنا اجمالي المباراه النهارده احنا عندنا ما يقرب من 5 فرص محققين، لكن الحمد لله في النهايه فزنا وخدنا 3 نقاط وكسبنا اشياء كثير. بقول للعيبه مبروك وبقول للجماهير مبروك الحمد لله. اكيد يعني انا شكرت اللعيبه وقلت لهم ان شاء الله لازم نبني على الخطوه ديت، والبونه ان شاء الله نبتدي نفكر في اللي جاي. عندنا مباراه التطاوين ان شاء الله، وبعدين بعد كده عندنا مباراه اخيره في الدور الاولاني هنفكر فيهم بشكل جد ان شاء الله، واتمنى ان احنا نكون موفقين باذن الله.